اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم. يعني في بعض بوينتس واسئله عامه كده نحب يعني نوضحها and shed the light on it. يعني كان في سؤال كده، ما علاقه بعض ادويه ارتفاع الضغط بالازمات الربويه؟ كتير قوي الخناقه ما بين بتوع امراض صدريه بتوع القلب، البيتا اجونس سوري البيتا بلوكرز، كونكور، ادي كونكور، واحد عنده ازمه يقول له اوعى تاخد الدواء ده، يروح لبتاع القلب يقول له لازم تاخد الدواء ده، ده مهم جدا. فالحمد لله ناو ادايز في بيتا اجونس سيلكتيف، سيلكتيف بيتا اجونس ار بيتر ذان ذا نون سيلكتيف بيتا اجونس. وبعدين انا بقول للناس بتوع الامراض الصدريه، يعني انتوا شوفوا الاول الراجل ده ماشي على الكونكور ليه؟ حاجه مظبطه له ضغطه، حاجه مهمه عشان الهارت ريت، احنا ندي الدواء برضه، يعني مش لازم نقعد نغير والراجل ضغطه يتلخبط وكده، لازم نبقى دايما في بالانس، ما نبقاش بقى لا ولا ولا ولا. وممكن نتصل بدكتور القلب اللي هو المتابع ونقول له يعني انت تغير بحاجه، ممكن طب ممكن ندي حاجه من الحاجات السيلكتيف. فيعني ده اللي بيبقى المرجو، يعني يبقى في كونسلتيشن بتوين ذا تو سبيشاليتيز. الحاجه الثانيه، ما هو برضه بتاع القلب يقول لك انت عمال تديله بيتا اجونست، عمال تديله حاجات بيتا اجونست عكس البيتا بلوكرز، فانا بدي فنتولين وبدي بريكانين وبدي مش عارف ايه، ده بيعمل له ضربات قلب سريعه هيبقى موته. فبدل ما ندي التابلتس دي لمرضى القلب نتفادى الحاجات السيستميك ونديها باي انهاليشن. باي انهاليشن الايفكت بتاعها اقل بكتير، لانها زي ما قلنا لا تمتص، انهيلر ثيرابي لا يمتص في الجسم. بنديه للحامل واللي عنده سكر واللي عنده الكلى، ما نخافش 10% بس ابزوربشن، الا في الحالات الحاده، واحد داخل بميكاردال انفاركشن، واحد داخل مستشفى، لا بخلي بالي بقى ممكن الجا الى ايه ادويه اخرى. لكن في الحالات العاديه والعيان ستيبل واي نوت، اي كان جيف هيم بيتا اجونست انهيلر. في دلوقتي لونج اكتنج بيتا اجونست بيتعاطى مره الصبح ومره بالليل، اللابز، وفي كمان الالترا لابز، الحاجات الجديده زي الالتبرو بتتعطى وانس ديلي بدون اي مشاكل على القلب ولا على ضربات القلب ولا على ارتفاع ضغط القلب، ضغط الدم. طيب سؤال تاني برضو للناس اللي عندها سليب ابنيا. سليب ابنيا برضو حاجات من الحاجات اللي هي انتر اكتف بالكارديولوجي. احنا سليب ابنيا سندروم اللي هو مرض اضطراب التنفس اثناء النوم، ده بيجي للناس اللي غالبا السمان، وبنتعرف عليه ان العيان ما بيعرفش ينام كويس، كل ينام وبعد ساعه يصحى مبزوع، يرفص بالليل كتير، يشخر كتير، ويصحى الصبح مدروخ، عمل ما يجمع بتبقى مشكله، وبتلاقيه سمين شويه، وممكن وهو بيعمل عمله قاعد على مكنه يسهى تقطع ايده وهو سايق، يروح مدروخ، يروح خابط في شجره، الحاجات دي كلها بتحصل ودوكيومنتد. ده مريض سليب ابنيا، وده طبعا تشخيصه عن طريق جهاز البوليسومنوجرام، وعلاجه يا اما يخس وده صعب الناس تخس، يا اما بنديله اللي هو سي باب، اوتوماتيك سي باب او مانيال سي باب اكوردنج تو ذا بوليسومنوجرام. طب وايه علاقته بالقلب؟ ما هو ده نفس وبتاع، لا وهو نايم بالليل بيبقى فيه نقص في الاكسجين، وده بيبقى دوكيومنتد على جهاز البوليسومنوجرام اللي هو السليب ستادي اللي هو قياس اضطراب التنفس اثناء النوم. فبيبقى في هايبوكسيميا، الهايبوكسيميا دي بتعمل بالمو هايبرتنشن، الراجل عمال يعالج في بالمو هايبرتنشن واداله دواء واثنين وثلاثه واربع ادويه، الراجل ما بيستجبش. مجرد ان هو بعته له بتاع الصدر وعملنا له الاستادي وحط السي باب والهايبوكسيميا بقت ريليفت، خلاص الضغط اتحسن وقلل الادويه من اربع ادويه لدواء واحد. مش كده وبس، كمان الاريثميا، يبقى في اتر فيبريليشن ورابيد تاكيكارديا و نتيجه الهايبوكسيميا والمريض نايم. اول برضو ما بتتحسن الموضوع ده بالسي باب او بالادويه او بالخسيه، ان الانسان يخس، موضوع التاكيكارديا والاريثميا والحاجات دي برضو ايه بتتحسن. طيب نخش على السي او بي دي. ايه اعراض ايه سي او بي دي؟ سي او بي دي ده السد الرئويه، جاي من ايه؟ مينلي سموكينج، 90% سموكينج. في بقى الستات في الارياف عندنا الافران ومش عارف ايه والتلوث سموكينج، هو 90% دايركتلي ريليتد وذ ذا سي او بي دي.
سي او بي دي الراجل ده بيبقى غلبان لان هو بيوصل 50 60 سنه بقى ومعاه فلوس وعايز يتفسح بيلاقي نفسه في المستشفيات، لا عارف يمشي من هنا لاخر الطرقه، بينهج ويبقى فيه صفاره في صدره ويبقى فيه بلغم ويبقى فيه مشاكل كثيره جدا، مش عارف يتنفس، بيشيلوه عشان يروح الحمام. يقول لك انا بطلت سجاير، بطلت سجاير ليه؟ مش عارفين تعالجوني. ما عشان الرئه بتاعتك اتدمرت. انا بشبهها اقول له انت عندك عربيه مرسيدس بنز في احلى من كده في الدنيا، مشيت بيها 300 كيلو، قد ايه؟ 300 كيلو، مش 50 كيلو ولا 300 كيلو. تعب الموتور. فرحت راكنها وجايب عربيه تانية ماشي بيها، بعد سنه حنيت لها ودورتها، هترجع طبيعي ولا الموتور زي ما هو؟ الموتور زي ما هو. فده برضو بتاع السجاير، انت استهلكت صدرك سجاير، وقفت سجاير، عمره ما صدرك هيرجع طبيعي، احنا هندي علاج وهنحسن بس عشان كده احنا بننصح الناس من الاول بطلوا السجاير وقللوا من السجاير عشان ما توصلوش للمرحله بتاعه السد الرئوي اللي هي مضاعفتها كمان. مش بس كده، ان هو بيخش المستشفى بفشل تنفسي وممكن يموت بالفشل التنفسي ده، ممكن يجيله مضاعفات في القلب، ممكن يديله الكارديو باسكولار كومبليكيشنز معروف، ممكن يجيله كور بالمونات، غير بقى السيستميك كومبليكيشنز بقى العظم بتاعه واللوس اوف ويت والسيكشوال ديسفانكشن والامنيزيا. طيب هتعالجه ازاي؟ هتعالجه بالادويه برضو، بموسعات الشعب الهوائيه، وفي بوكسز بتقول ده حسب السيمتومز وحسب الاكسربيشن اي وبي سي دي، مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي لان دي عايزه شرح. المهم ان انت بتديله موسعات للشعب الهوائيه، وموسعات الشعب الهوائيه دي حسب الكاتيجوري اللي انت صنفته بيها، وممكن تزيد لو العيان متحسنش وممكن تقل لو العيان اتحسن. طب في نان فارماكولوجيكال ثيرابي؟ في نان فارماكولوجيكال ثيرابي، ممكن تدي اوكسجين ثيرابي. في بعض الناس الاكسجين بتاعهم بيبقى واطي مش عارف ترفعه، معاهم كور بالمونال، بياخد اكسجين، بنجيب لهم مكثفات الاكسجين في البيت عن طريق النيزل برونجز بلو فلو، لو فلو عشان ما يضيعلوش الهايبوكسيد درايف، وبياخدوا مور ذان 15 اورز بير داي، وممكن ينزل طبعا، ده كبير مش هينزل بيه، في تانكس دلوقتي اكسجين تانكس وفي مكثفات اكسجين صغيره كده بيمسكها المريض على كتفه ويقدر يلف التراك، مفيش اي مشكله. زائد طبعا بتعمل له ريهابيليتيشن، بتعمل له نظام غذائي ونظام اكسرسايز ونظام سايكوثيرابي عشان يبتدي تدخله في المجتمع تاني وتفهمه ان ده مرض ممكن التعايش معاه وان هو يعني مش ده نهايه الايه؟ الحياه. انا شاكر جدا لتحويل الفرصه ان انا اتواصل معاكم، وان شاء الله الى لقاءات اخرى، وشكرا جزيلا.